العيال ايش لسه ايش؟ العيال لسه فطرين وهيقول لك لحموم قشطه دلوقتي. كويس. لا لا عطنا الدجاج. الدجاج العنز هذه جايبتها ولا والدتها معزه مخلفه فرخه؟ ايوه. انت مجنون يا ابني متخلف عقليا؟ معزه تخلف فرخه؟ انت ما قد شفت العنز جايبه دجاجه؟ تجيب دجاجه ليه؟ انت قد شفت عنز جايبه دجاجه؟ لا مستحيل. ها؟ مستحيل طبعا. طيب انا قد شفت عانها العنز هذيك تشوفها ام قرون تشوفها؟ اه. ام ايش؟ ام قرون؟ اي ام قرون جايبتين دجاج. بدال لا تجيب هذا. ليه ابو الدجاجه المعزه كانت متجوزه ديك؟ ايش؟ المعزه كانت متجوزه ديك؟ لا لا. امال ايه؟ امال تخلف فرخه ازاي؟ لا هي ما ادري. لقينا عندها دجاج اكيد انها والدتين دجاج. الدجاجه تلاقيها جايه تتمشى تاكل معاهم. ايوه. جايه تتمشى تاكل. كيف تاكل اكل المعزه؟ كيف تاكل اكل المعزه؟ كيف؟ الفرخه؟ اي. تاكل ما عندهاش مشكله. لا. افرض معزومه النهارده على الفطار. انا اللي عازمتها. التيس. التيس؟ اه. وشبب الدجاجه هالتيس يوم